إذن ليس من السيء أن نلعب مباراتين، هناك الكثير من البهجة والأجواء المباريات، وهناك الكثير من كرة القدم. إذن ليس لدي تفضيل معين في هذه النقطة، لكن في خصوص جائحة كورونا كان مرعب في العالم بأسره. نعم، كان بالنسبة كنت لنا كان أكثر رعبا. كنت بتعمل بروجرام إزاي للحراس بتوعك، خاصة إنه لا الموقف صعب مش سهل، أجازات ما فيش شغل، الناس في حالة خوف في حالة رعب، إجراءات احترازية بالتأكيد. أنت كمان يعني ما كنتش واخد راحتك. لم أقول لكم أن هناك لمدة 3 أشهر كنا في المجهول، وهو كان توقف كامل، لا يوجد كرة قدم، لا يوجد عمل مرئي لحراس المرمى، وهذا صعب. ولم أكن أستطيع أن أفعل ما أريده. لكي نعود، نحن تحدثنا وتحدثت معهم كثيرا، قلت لهم يجب ان لا تعود مع عده كيلوغرامات زياده في الوزن، وهذا صعب، يجب ان تعود. بالفعل الوزن كان بالنسبة لي تأتي بعد 3 أشهر ونجد 10 كيلوغرامات زيادة، وتأتي للذهاب للعب نهائي بطولة أو نهائيات بطولة، وأن هذا صعب لكي تقوم بإعادة لاعب أو حارس مرمى إلى فورمته الطبيعية بعد مدة 3 شهور من التوقف. من الصعب، صعب جدا أن يعود إلى فورمته بشكل هذا، يحتاج إلى الوقت، وكثير من الإصابات تحدث بسبب هذا الوزن الزائد أيضا. لكن أقول لكم كانت فترات صعبة جدا، ولكنها كانت على الجميع وليس نحن، وكان جديد، هذا أمر جديد على الجميع. ماذا فكرت كثيرا، ماذا سنفعل؟ لدينا الكثير من البطولات، هل سيقيفوا، هل سنعود اللعب، لا نعلم. اذا وايضا في دوري الابطال النصف النهائي ثم النهائي، كانت كل هذه الامور في راسي وتدور في خلدي دائما. اذا كانت النقطة لم تكن مرتكزة فقط على كرة القدم. كان أقول لكم أنكم عندما تأتي أمام لاعب وتقول له صباح الخير من بعيد، فهذا أيضا شيء مخيف. لكن بفضل الله استطعنا أن نتجاوز هذه اللحظات الصعبة لكي نصل إلى هدفنا والذي كنا نرجوه، ونفوز بهذه البطولة. كان عندك استقرار ساعتها بالنسبة للحارس الأساسي الشناوي؟ تقريبا هو لعب البطولة كلها من بدايتها لنهايتها. هل كان عندك ساعتها خوف من إصابة، حد يجيله كورونا؟ كنت زي بيقولوا عندنا كده بلغة المصريين، كنت ماسك قلبك بإيدك إنه الحارس الأساسي بتاعك اللي لعب البطولة كلها محمد الشناوي يحصل له إصابة بالكورونا ولا حاجة؟ نعم بالطبع، نحن كنا نخاف، ليس فقط على الشناوي، كل اللاعبين. هو كان الشناوي، نعم هو حارسنا الأساسي، لكن أقول لكم في 2019 كان في قمة، كان من الأفضل في أفريقيا أجمعها. إذن أقول لكم أن الشناوي له وزن كبير في هذه اللقطة، ولكن أقول لكم كنت دائما، كان هناك شوبير أيضا وكنت أتحدث معهم جميعا، يجب أن تكونوا جاهزين. إذن أقول لكم هل تخشى فقط على اللاعب الأساسي وتخشى ونذهب إلى الاحتياطي؟ الجميع بالنسبة لنا أنه نفس الوزن. إذن نحن كان لدينا الكثير من الحظ، لكن نحن كنا جاهزين بعدم إصابة أحدهما أو أن يتلقى الفيروس أو يصاب بالفيروس أيضا. إذن سنقول كل مباراة كنا في هذه الدوامة، هل هذا اللاعب سيصاب أم لا؟ هذا اللعب في التحليل ننتظر النتيجة. أقول لكم كان علينا أن لا نفقد أي لاعب بسبب الجائحة، نحن في بطولة كبيرة، نحن نذهب إلى النهائي. بالنسبة لنا الجميع كان مهم، كل لاعب كان مهم بالنسبة لنا، وبفضل الله على مستوى حراس المرمى لم يصب أحدهم بفيروس كورونا، وهذا ساعدنا كثيرا على الاستقرار. الحمد لله.